مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رجا توكينج لايف. انا الي زمان ما طلعت معكم، بس كان في كتير شغل بالفتره اللي فاتت واسباب منعتني اني اطلع واحكي معكم. بس أنا حابة اليوم أحكي معكم بموضوع مهم. الفترة اللي فاتت أنا قدمت كذا محاضرة وورشة عمل بحكي فيها على العلم تبع الطاقة، وكان في اهتمام كبير من الحضور وكان عندهم أسئلة كتيرة، فأنا فكرت إنه أحسن طريقة أجاوب فيها أسئلة الناس وأفيد الناس الباقية، وميبي إن شاء الله تكون بميزان حسناتي المعلومات اللي أنا بوفرها لإلكم، إنه أحكي عنها بالفيديو علشان أقدر أوصل لعدد أكبر من المشاهدين وأجاوب على أسئلتكم. هلأ كل سنة بتمرق علينا في عنا فيها طاقة غير عن الطاقة تبعت السنة اللي بعدها، يعني الطاقة الكونية اللي موجودة حوالينا بتكون غير. فسنة 2020 زي ما كنا عشنا كانت سنة صعبة على الكل، وما كانت سهلة أبداً على أي حدا. في ناس تأثروا شوي، في ناس تأثروا كتير، في ناس فقدت أصحاب، في ناس فقدت أهل. ما كانت سهلة بأي معنى من المعاني، بس الطاقة تبعت السنة اللي فاتت كانت كلها كأنها بتهد القديم علشان نبني الجديد، علشان نبني اللي الأساس للي جاي. فإذا اطلعنا في أشياء كتير بحياتنا تغيرت، الروتين، الستركشر، الأشياء اللي كنا نعملها كتير تغيرت. وكمان واحدة من الأشياء اللي هي تم اختراع الفاكسين للكوفيد، للكورونا فيروس. هلأ الاختراع هاد استخدموا فيه كمان طرق علمية وتكنولوجيا جديدة، فهاي واحدة من الانرجي، الطاقة تبعت السنة هديك، إنه إحنا نبني أسس جديدة للمستقبل. هلأ الأسس هاي منتفق عليها كويسة مش كويسة، هل هي سلبية هل هي إيجابية، هذا موضوع تاني. بس الطاقة تبعت السنة هذا اللي هي كانت عم بتوجهنا ناحيته. فأنا اليوم حبيت أحكي على الطاقة تبعت سنة 2021، وبالفيديوهات الجاي إن شاء الله حأكرس كم فيديو لأحكي فيها عن الطاقة، طاقة الأشهر نفسها، وكيف إحنا نهيئ حالنا نتعامل معها، وكيف نتواكب مع هاي الطاقة اللي عم تيجي بطريقنا. فأنا هحكي على الطاقة الكونية هلأ، هحكي على الطاقة تبعت الأشهر المرات الجاية. أنا بحكي دايماً على طاقتنا إحنا، الطاقة البشرية تبعتنا، وكيف إنه إحنا نحافظ عليها وإنه نكون عنا طاقة إيجابية، وكيف نتعامل مع الطاقات السلبية اللي موجودة في حياتنا. بس خلينا نبدأ اليوم نحكي على الـ General Energy، الطاقة العامة لـ 2021. 2021 جاي معها وجاي معها طاقة من نوع تاني، بس الطاقة هاي مش سهلة أبدا. I think هاي أحسن طريقة ممكن أحطها فيها وأكون إيجابية أنا بالطريقة اللي بحكي فيها على 2021. 2021 السنة هاي سنة تحديات، كلها تغييرات حتكون. حتكون تغييرات على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على مستوى الشغل، على مستوى الكوميونيتي أو على العالم أجمع. وهذا اوريدي بدينا السنة الماضية إنه إحنا بنينا أسس جديدة لنمشي فيها لهاي السنة. السنة هاي التحديات حتكون كبيرة، تحديات وتغييرات بحياتنا حتكون كتيرة، وأنا بتوقع إنه هاي التغييرات كلها إجت كمان من الطاقة تبعت السنة الماضية والضغوطات تبعت السنة الماضية والطاقة اللي حطتها فينا. ما كان في طريقة إنه إحنا نتعامل معها. فهلأ إجت 2021، أنا حقولها 21 لأنه صعب تضل واحد يقول 2021، إجت سنة 21 علشان تورجينا وين بحياتنا إحنا في أشياء لازم نغيرها. الأشياء اللي إحنا
كنا بدنا نغيرها وما أخذنا أي خطوة فيها، أو أشياء حابين نغيرها لأنها لمصلحتنا كمان أشياء كويسة لإلنا، بس تهاوننا، ما أخذناها جد. الطاقة تبعت هاي السنة حتساعدكم كتير إنه تعملوا هيك تغييرات. سو مثلا إذا بدنا نغير، نقول إحنا حدا كان بدخن وبده يوقف التدخين، أو حدا ناوي يكون عنده healthier lifestyle، إنه يكون حياته صحية أكتر، إنه يكون عنده مثلا ينزل وزنه علشان بده السكر يتحسن، الضغط يتحسن، عشان بده يعيش حياة صحية ومبسوط وهو مع عائلته وأفراد أهله وأفراد عائلته. سو هذا الوقت المناسب إنه تبدو هيك تغييرات. سو من هاي الناحية أنا بحكي إنه الطاقة هاي طاقة كتير كويسة وبتساعدنا. هلأ الطاقة نفسها لا هي إيجابية ولا سلبية، هي it's energy ما فينا نغيرها، و it's out of our control، يعني من برا جاي، ما فينا احنا نغيرها، احنا بس فينا نغير حالنا والطاقة تبعتنا احنا. هلأ الوجه الثاني من الطاقة تبعت 21 اللي هي التحديات اللي انا حكيت عنها. اذا احنا كان عندنا تحديات بالماضي وزادت هاي التحديات السنة الماضية كتير مع كورونا فيروس، مع عادتنا بالبيت، مع الحزن اللي موجود بقلبنا، مع الغضب اللي موجود من الواحد راح أهله، قرايبه، راحت عنده وظيفة، فلوس، هاي كلها حناخدها كلياتها معانا ده 21 unless إنه إحنا نعرف كيف نتخلص منها. فهاي التحديات حتجيب معها، أنا باعتقادي لأنه الطاقة تبعت السنة حتساعدنا إنه نعمل هيك تغييرات، حتجيب كتير تحديات وتغييرات على المستوى الشخصي والعائلي. أنا هاي أكتر إشي بعتقد إنه حتصير التحديات هاي، لأنه الطاقة حتساعدنا خلاص ما بدنا نضل بوضع مش صحي لإلنا. اللي كان بده يسيب، اللي كان بده يطلق، اللي كان بده أي إشي، ينهي علاقات سيئة أو علاقات سلبية في حياته وعم بتأثر عليكم بطريقة سلبية، هاي السنة الطاقة تبعتها حتساعد وأكشلي مش بس حتساعد، حتبقى زي حافز وحتضلها تشد لغاية ما هذا الشيء يصير. سو إذا هذا الإشي أنتو كان ببالكم من وقت طويل، هاي السنة حيصير. إذا هذا الإشي كمان الوقت عم بصير بس في نية، لأنه الكون وربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل نفكر فيه، أعطانا عقل إنه نعقل، إنه نفكر إحنا بحلول، بإيجاد أساليب للتعامل مع وضع غير صحي بحياتنا. فهلأ إذا ما في أي حل، ما في أي حل أبداً لغير الانفصال، دان هذه الطاقة حتساعد بهالحكي. إذا الأمور ممكن تنحل وتلاقوا حلول ناجعة، إنه أنتوا كلكم تقدروا تتعايشوا مع بعض كأفراد عائلة أو بعلاقات الشخصية والعلاقات العائلية، دان كمان هاي الأنرجي حتساعدكم تعملوا هذا الحكي. فأنا بس حبيت أحكي لكم أهم إشي إنه إحنا نقدر نتعامل مع الطاقة تبعت هاي السنة، إنه إحنا نكون flexible، مرنين بالتعامل. التحديات ما حتخلص من حياتنا، الضغط اليومي ما حيخلص، البريشر اللي علينا كأفراد وكأشخاص ما حتخلص. It's الطريقة اللي إحنا بنتعامل فيها والطريقة اللي إحنا بنتطلع فيها على الأمور. فإن شاء الله أنا أعطيتكم كم طريقة لتتعاملوا مع هاي الطاقة، وبشوفكم بالفيديو الجاي حنحكي عن كيف نتعامل مع الطاقة تبعت شهر 1،
وكيف إحنا نسهل حياتنا أكتر. شكراً كتير على حضوركم معي، والله معكم، وبشوفكم المرة الجاي، وإن شاء الله سنة سعيدة علينا وعلى الكل، ويخلي لكم أحبابكم وأهلكم، ومع السلامة. باي باي.